طول العمر ندوز البيفي مالح. مالح ايه عندنا بيتزات صغار، هاد البيتزات صغار اخر ما كيولاو كيديروا لي تريتور كيحطوهم مؤخرا وساهلين وزوينين بزاف. بنان انا شخصيا ما بقاش عندي، وليت كنديرهم ديما. عندنا كنشريو اما جوج علب ولا ثلاثه العلب ديال واحد البسكوي مالح. ايه راه العلبه كدير درهم. ايه كتلقاي في وسط منها 12 حبه، كناخذوا دوك الحبات ديال داك البسكوي المالح وكندهنوهم بشويه ديال الكيتشوب غير شويه، وكنحطوا فوق منهم في الجوانب ديالهم كنحطوا شويه ديال الطون مصفي من الزيت، كنرشوه بشويه ديال الزعتر، وفي داك الفراغ الوسطاني كنحطوا حبه ديال الزيتونه خضراء مقطعه، وكنغبروها كلها بالفرماج، وكندخلوه الفران. الفران كيكون سخون، كندخلوه شويه غير باش يتحمر داك الكاطو من التحت، وعاوتاني ونطفيو الفران وكنخليو داك الفرماج يذوب. ايه وهاد بيتزا سهلة وبنينة بزاف. ايه واخا. عندنا نعطيك لي ميفان مالحين. عندنا في المقادير كنحتاجو 30 غرام ديال الفرماج محكوك، 30 غرام ديال الكاشير محكوك، 3 البيضات، نص كاس زيت، كاس عنب اللارد ديال الحليب، معلقة صغيرة ديال عطريات الشاورما أو عطريات ديال الكفتة، معلقة كبيرة ديال المعدنوس مقطع رقيق، معلقة كبيرة ديال الزيتون خضر حتى هو مقطع رقيق، معلقة كبيرة ديال الزيتون أسود مقطع رقيق، شوية ديال الملحة، الملح الكافي، عندنا نص خمارة، عندنا طحين حسب الخليط، عندنا ثلاثة ديال الفلفلات، وحدة حمراء وحدة خضراء وحدة صفراء، كيكونوا مشويين ومقطعين طريفات صغار. هاد الفلفلة لالا سناء اختيارية، كاين الوليدات اللي ما كيبغيوهاش كتكون عندنا اختيارية. نعاود المقادير. اي لو سمحتي. عندنا 30 غرام ديال الفرماج محكوك، 30 غرام كاشير محكوك، 3 البيضات، نص كاس انباد زيت، وكاس عنب اللارد ديال الحليب، معلقه صغيره عطريات الشاورما او العطريه ديال الكفته، معلقه كبيره معدنوس مقطع رقيق، معلقه كبيره زيتون خضر مقطع رقيق، معلقة كبيرة زيتون أسود حتى هو مقطع رقيق، عندنا الملح الكافي، نص خمارة، طحين حسب الخليط، عندنا فلفلة حمراء وخضرة وصفراء كيكونوا مشويين ومقطعين طريفات صغار، كتكون هذه اختيارية. كنخلطوا المقادير بحال الشغل ديال الكيك، وكنزيدوا الطحين والخمارة وكنخلطوا مزيان. كناخدو السيليكونات بأشكال مختلفة، نقترح عليكم السيليكونات اللي كندير. عندنا سيليكون على شكل وردة، كاين سيليكون على شكل قلب، وكاين واحد السيليكون خرج مؤخرا في الأسواق على شكل نونوخس. مي كتحيدي الحبة ديال الموفان كتعطينا نونوخس. فعلا إلا ما بغاتش السيدات دير هاد السيليكونات دير لي كيسات، ولكن السيليكونات كيعطيونا المنظر زوين. كناخدو هاد لي سيليكون كندهنوهم بشوية ديال الزبدة دايبة، كناخدو معلقه كبيره ديال الخليط وكنحطوه داخل سيليكونات، كيكون عندنا واحد الزليفه فيها طريف ديال الفرماج وشويه ديال لادان فيمي، كنحطو طريف صغير فوق من هاد المعلقه الكبيره، وكنعاودو نغطيوه بمعلقه اخرى ديال الخليط. ما كنعمروش السيليكون حتى الفم. مثلا كتكون عندنا حبه في وسط منها طريف ديال الفرماج، حبه في وسط منها طريف ديال لادان فيمي، وحبه في وسط منها طريف ديال السوريمي. كنغطيوهم وكندخلوهم كنديرهم في وسط واحد اللاطه وكندخلوهم للاناء. واحد الملاحظه لالا سناء، بحال دابا السيليكون الاخر مثلا ممكن ان الخليط ما يكملولناش، كيبقاو عندنا واحد الفراغات، هذاك الفراغات ما ندخلوش سيليكون فارغ ابدا للفران، كنعمروه بشويه ديال الماء هكداك باش ما يتحرقناش. فهمتيني؟ مفهوم. داك الفراغ ما ندخلوش السيليكون، واخا بحال دابا النص كيكون فيه الخليط كيبقى لنا النص الاخر فارغ، ما ندخلوش باش ما نشموش واحد الرائحه خايبه وكتبقى لنا السيليكون. دونك تنتفاداو هاد الرائحه كنعمرو دوك الحبات اللي فارغين كنعمروهم بشويه د الماء. الكيكه راه كطيب في السيليكون والاخر راه الماء كيغلى. من بعد كنحيدوهم. ملي كنحيدوهم كناخدو الحبات ديال الليموفان على شكل قلب، كندهنوهم بشويه ديال الكيتشوب، وكناخدو الفرماج ساندويتش وكنقطعوه بواحد المرشم على شكل القلب. وكنحطوه فوق منه، وكنجيبو عاوتاني لادان فيمي
وكنقطعوه بواحد المرشوم ديال القلب صغر من القلب الاول وكنديروا فوق منه شويه ديال الموطارد وكنحطوا داك لا دانت فيمي باش كيلصق مع الفرماج. عندنا الشكل الثاني اللي كيكون على شكل وريضات كندهنوا الوجه ديالهم بشويه ديال ياغورت مسوس وكناخذوا لا دانت فيمي وكنقطعوا على شكل شرائط كل شريط كنلفوه على نفسه باش كيعطينا شكل ورده. ايوه هذيك الوريضه كنحطوها عاوتاني فوق من داك الياغورت مسوس ودوك الجوانب ديال الياغورت مسوس ما كنخليهمش بويض كنرشو بالحبه السوداء باش كيجينا منظر ما بين البيض والكحل والغوز. ايوه الشكل الثالث عندنا حبات ديال الليموفان على شكل نونوس. مين كيطيبو راه كيجيونا تماما بحال لي نونوس كناخذوهم كنلقاو المكان ديال العوينات فارغ هذوك العوينات كندهنوهم بشويه ديال الموطارد وكنلصقو في كل عوينه طرف ديال الزيتون زيتونه كحله وكنبركو باش كيلصق كنجيو للجهه ديال الفم كنلقاو عاوتاني واحد الفراغ بحال داك الفم اللي كيكون عند الكلون تلقاو واحد الفراغ كناخذو الكيتشوب وكنديروه في واحد البلاستيكه وكنحلوها نثقبوها من التحت وكندوزو على داك الفم واحد الخيط باش كيجينا فم احمر. تيكون عندنا ثلاثة ديال هاد الأشكال وكتكون عندنا البيتزا في طبق ديال التقديم كنجيبو واحد البلاطو كنفرشو له خلاص واحد التفريشة بيضاء وكنحطو بحال دابا داك الشكيلة ديال القليب كنحطو ليموفان ديال القليب كنجيو حداهم كنقبطو لا دانت فيمي وكنقطعوها على شكل هلاليات. كنحطو دوك الهلاليات واقفين كنحطو عاوتاني داك الشكل ديال الوريضة كنجيبو الخيار كنقطعوه دوائر يكون بالقشور ديالو كنقطعوه دوائر وكنحطو دوك الدائرات حتى هما واقفين نحطو عاوتاني الشكل ديال النونوخت ونحطو حداه دوائر ديال الفجل واقف ملي كتشوفي البلاطو وعاوتاني وشكل هما في الاخر كندير عاوتاني شرائط ديال الحامض ملي كتشوفي البلاطو كتلقاي ما بين موفان وموفان كتلقاي واحد الخضوريه الحمر داك الشيء غوز صفيفر وكنلعبوا على الديكور على الالوان والصحه والراحه. فعلا الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك بوفي مالح ساهل وممكن اننا نضيفوا بزاف ديال الاقتراحات منه. دابا عطيتينا افكار وكتبقى كل سيده على حسب الاختيارات ديالها وعلى حسب يعني المراشوم وعلى حسب السيليكون اللي عندها ممكن انه تخرج اشكال مختلفه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك حفيده. الله يطول عمرك.